وفرع عطشان يبغى يشرب وسقط في الماء، سقطت كما قلنا نجاسة غير مائعة جامدة. ما هو الحكم؟ الحكم أولا إزالة ماذا؟ إزالة هذه الميتة، هذه النجاسة الموجودة من الماء أولا هذا. ثم بعد ذلك نقوم بماذا؟ بالنزح، عملية نزح وإفراغ الماء من هذا المكان ومن هذه البئر، أو إذا قلنا مثلا من هذا الخزان نزح الماء. طيب ربما يقول واحد إذا كانت النجاسة لم يكن إذا كان لم يمكن إخراج هذه النجاسة، ما أمكن إخراج هذه النجاسة عندما في البئر، عند بئر مثل هذا مساحته، أي رومي يزيل منها النجاسة؟ ما يخلصه يزيل النجاسة ويموت هناك داخل؟ ما يعني كيف في هذه الحالة؟ إن لم يمكن إخراج هذه النجاسة هنا اختلف العلماء. من العلماء من قال ينزح الماء، من العلماء من قال إن نزح الماء لا يطهر البئر، من العلماء من قال تعتبر هذه البئر نجسة، حتى بما أنه لا يمكن إزالة النجاسة منها إذن هي نجسة، ولا يمكن نزح الماء منها إذن هي نجسة، يحكم عليها بالنجاسة، لا يمكن أن يتطهر منها، لا يمكن يتوضأ منها، لا يمكن يغتسل منها. ومن العلماء من قال بقاء هذه النجاسة داخل بما أنها مياه كثيرة ومستبحرة لا يضر، لا يضر إلا إذا غلبت النجاسة على ماذا؟ على الماء، فغيرت ماذا؟ أوصاف الماء هنا نعم. أما إذا كما قلت مثل هذه المساحة ويعني وساقطة صنورة كبرها وما أثرت على الماء فالفارة وما يمكن إزالتها، وما يمكن إزالتها أصلا كما قلنا، يعني إذا نزل يزيلها وحتى ما يراها أصلا، لكن متأكد أنها ساقطة، إذا نزل يزيلها يموت، ولا يستعين بغواصين، مو رأيك يستعين بغواصين أيجي هم يركضوا لهم يزيل الفار من طبيك. طيب وهنا أيضا في المسألة إضافة، إذا كان البئر في حد ما يتنجس بوقوع النجاسة فيها، فوقعت النجاسة ولم يكن إخراج يمكن إخراجها صغر حجمها، البئر صغيرة لها قليل سقط فيها نجاسة لكنها صغيرة الحجم، حجمها صغير، فهنا ماذا يفعل؟ قال من العلماء من قال أنها تنزح وليس عليه شيء، صغيرة ساقطة قام يقول مثلا شيء بسيط صغير من النجاسة داخل هذا البئر، ولا يمكن أن يزال لأنه أصلا ما يرى، ما يعرفه أي سقف أي مكان، في هذه الحالة ينزح البئر وليس عليه شيء. أو انظر مثال إذا كان خزان مثلا وسقط فيه يعني شيء بسيط من 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 هنا يختلف، يعني من يختلف إذا كان على خصوص الميتة، بعض الحشرات يعني حشرات ما تعتبر ميتة التي هي عندك لغة يعني أيوة، يعني هذه إذا كان مثلا صغيرة وسقطت مثلا، أنت ما شاء الله عندك خزان خلنا نقول 3000 4000 ساعته، لكن ما شفتها بينما ما وضحت لك في أي مكان، نزح الماء بعد ذلك ما تقدر تشكك، ما تقدر تشكك أنت ما أنك نزحت ماء انتهى، ربما تنزح وتقول كيف من كلهم صايرين شوفه خرجتي وقال بقى ما شفنا أي إنسان، ما شفنا أي خرج من الخزان، وهو مسكين قال ساعاتي هذاك الخزان ينزل الماء ونزله كله مو خازن، قال وين تدخل بعد شوف تأكد، ويدخل مرة واحد يدور هذيك النجاسة من الخزان من حصلوها يعقبه خلاص نزح الماء، نزح الماء والأصل إنه انتزحت ما موجودة. كذلك البئر إذا كانت قليلة والنجاسة لا ترى بسيطة، فإذا هنا ينزح الماء وليس عليه أكثر من ذلك، وقيل غير ذلك، نحن ما نقول غير ذلك. رحمه الله.